علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق: ولزم اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة أو ربع طلقة وربع طلقة لإضافة طلقة صريحا إلى كل كسر، فكل من الكسرين أخذ مميزه فاستقل، بخلاف قوله نصف وثلث طلقة فواحدة كما قدمه. ثم قال: واثنتان في واحدة في اثنتين إن عرف الحساب. تقدم أن الكسر يكمل لما يطلق امرأته ربع طلقة، معناها طلقها طلقة كاملة، يعني الطلاق لا يتجزأ. ربع وثلث أيضا طلقة، ربع ونصف طلقة، طلقة وربع طلقتان، وهكذا كسر الطلقة يكمل إلى أن يصل واحدة، ثم بعد ذلك الكسر الآخر يبدأ بطلقة أخرى مستقلة إلى أن يكمل الكسر، ثم تأتي طلقة ثالثة، وهكذا. هذا فيما يتعلق بالتجزئة التي سبقت. ثم قال مسألة أخرى: وواحدة في اثنتين تلزمه طلقتان إذا كان ويعرف الحساب، لأن واحد في الاثنين باثنين، وكان واحد في الواحد بواحد، كان يعني يطلق واحد في الواحد كان ممن يعرف الحساب، لأن إذا كان ممن يعرف الحساب يكون هذا مقصودا له، مقصود له، لأن يعرف الواحد في الواحد بواحد ويعرف الواحد في اثنين باثنين، فتلزمه في واحد في اثنين طلقتان، في واحد في واحد طلقة واحدة. لكن إذا كان ما يعرفش الحساب فيلزمه التعدد ويصرفونه إلى الثلاث، لأن اللي ما يعرفش الحساب معناه يريد أن يكثر، يريد أن يكثر عدد الطلاق، ومطلق نية التكثير هذه يترتب عليها طلاق الثلاث عندهم. نعم. قال: واثنتان في واحدة في اثنتين إن عرف الحساب وإلا فثلاث، واثنتان في أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه، لأن الباقي بعد الاستثناء طلقة ونصف يلزمه اثنتان بالتكميل. قال: ها أنت طالق الطلاق كله، طالق الطلاق كله، الطلاق كله معروف هو ثلاث تطليقات، هذا حد أقصى حد للطلاق، هذا هو معنى الطلاق كله. فإذا استثنى منه بعد ذلك إيش استثنى منه؟ نصفه. إلا نصفه. فإذا استثنى من نصفه قال إن طلق الطلاق كله إلا نصفه، معناه كأنه قال: لا أنت طالق طلقة ونصفا. نعم. أنك أنت طالق طلقة ونصف، لأن الطلاق كله ثلاثة، واستثنى الاستثناء زي ما يأتي إذا كان الاستثناء متصلا بالكلام ومقصود من أول الأمر وتلفظ به فإنه يفيد بهذه الشروط، لابد أن يتلفظ به جهرا أو حتى سرا إذا كان ما يتعلقش به حق للغير، ويكون مقصود ويكون متصل وما يكونش مستغرق للمستثنى منه، هذه الشروط اللي يفيد فيها الاستثناء. فهنا استثنى قال كأنه قال أنت طالق الثلاث إلا نصف، النصف هذا واحد ونصف، الثلاث نصفها واحد ونصف، والواحد والنصف معروف، واحد هذه طلقة كاملة والنصف يكمل عليه، ولذلك قال تلزمه طلقتان،
في الطلاق كله إلا نصفه. نعم. قال: واثنتان في أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه، لأن الباقي بعد الاستثناء طلقة ونصف يلزمه اثنتان بالتكميل. قال: واثنتان في أنت طالق إن تزوجتك، ثم قال: كل من أتزوجها من هذه القرية، مشيرا إلى قريتها، فهي طالق، ثم تزوجها. قال: واحدة بالخصوص، والأخرى باندراجها في عموم القرية. أيوة، هذا يعني كأنه طلقها مرتين. المرة الأولى قال لعلق طلاقها على زواجها، إن تزوجتك فأنت طالق، هذا لفظ يترتب عليه إذا هو تزوجها تطلق عليه طلقة بمقتضى لفظه. ثم بعد أن قال لها إن تزوجتك فأنت طالق، قال إن تزوجت من هذه القرية، فالمرأة التي يتزوجها طالق، والقرية هي القرية التي يتزوج بها نفس المرأة، فكأنه طلقها مرتين، مرة بالخصوص بأن عينها وقال لها إن تزوجتك فأنت طالق، هذه واحدة تعينت، والأخرى بالعموم، قال إن تزوج، قال إن تزوجت من هذه القرية فالتي أتزوجها طالق وهي من هذه القرية، فإذا تزوجها فإنه يقع عليه طلقتان، واحدة بالخصوص بالتعيين، واحدة بالعموم لأنها تدخل ضمن القرية. نعم. قال: ولزم ثلاث في قوله أنت طالق الطلاق إلا نصف طلقة. ولزم إيه؟ ثلاث في قوله أنت طالق الطلاق إلا نصف طلقة. إيه، واضح، لأن أنت طالق الطلاق هذا أهل العهد، الطلاق المعهود اللي هو كله، الطلاق طلاق كله اللي هو ثلاثة، إلا نصف طلقة، الاستثناء هنا عمل به، لكن ما دام استثنى نصف طلقة فمعناه كأنه طلقها طلقتين ونصفا. وكما تقدم أن كسر الطلاق يكمل، لأن ما فيش نصف طلقة، في طلقة كاملة، فكل جزء يكمل. فمعناه لما كأنه قال أنت طالق طلقتان وأنت طالق طلقتين ونصف، كأنه قال أنت طالق ثلاثا، اثنين لاثنان يعني عدد صحيح، والكسر يكمل يلزمه الثلاث. نعم. قال: ولزم ثلاث في قوله أنت طالق الطلاق إلا نصف طلقة، أو في أنت طالق اثنتين في اثنتين، عرف الحساب أو لم يعرف، وهو ظاهر. اثنتين في اثنتين، اثنين في اثنين بأربعة، كان عرف الحساب، معناه طلق أربع مرات، معناه ثلاثة مضمونة وما زاد عليه لغو، لأن أقصى الطلاق ثلاث. لو رجل طلق امرأته 100 طلقة، يعني كما ورد عن ابن عباس، يكون طلقها ثلاثا واتخذ بال97 كتاب الله هزوا، لا قيمة له، وما زاد على الثلاث فهو له. فإذا طلق الطلاق كله ولا طلقها بالثلاث، وبعدين ايش قال؟ قال: في أنت طالق اثنتين في اثنتين، عرف الحساب أو لم يعرف، وهو ظاهر. أيوة، اثنتين في اثنتين كان هم يعرف الحساب، معناه هو قصد الأربع، وإذا كان هو لا يعرف الحساب فهو كلامه وسياق كلامه يدل على أنه أراد التكثير، لأنه لو لم يريد التكثير لقال أنت طالق واكتفى بذلك. لما ذكر العدد ويضرب بعض يضرب بعضه في بعض، معناه وما يعرفش الحساب، معناه نوى تكثير الطلاق، وتكثير الطلاق ينصرف إلى أكثره وهو الثلاث. نعم. قال: أو أنت طالق كلما حضت، أو كلما جاء يوم حيضك أو شهره، فيقع عليه الثلاث من الآن، لأنه محتمل غالب وقصده التكثير. علق، وعندما يعلق الطلاق على شيء
يغلب وقوعه في المستقبل فإنه ينجز عليه في الوقت الحاضر. هذا ما هو الأمر اللي علق عليه قال أنت طالق كلما قمت أو إذا قمت أو إذا جلست أو إذا أكلت. هذا أمر غالب لابد من مقتضى العادة لابد لها منه، فلا ينتظر بوقوع الطلاق حتى تأكل أو حتى تجلس أو حتى تقوم أو حتى تحيض كما ذكر إذا كانت هي ممن يحيض، لا ينتظر بذلك لأن الانتظار بذلك إلى وقت الحيض وإبقاء على عصمة مشكوك فيها فينجز عليه الطلاق في الحال وتطلق عليه، ولا ينتظر إلى وقت الحيض ولا ينتظر إلى وقت جلوسه أو أكله أو غير ذلك مما هو يعني كثير الوقوع منه عادة. نعم. قال فيقع عليه الثلاث من الآن لأنه محتمل غالب وقصده التكثير كطالق مئة مرة. قال ولا ينتظر بوقوعه حيضها. أي ما ينتظرش، ما دام قالها أنت طالق كلما حطي أو إذا حطي لا ينتظر به حيضها إذا كانت هي ممن شأنها أن يحيض، إن كانت صغيرة ولا حتى ولو لم يبدأ حيضها إلا أن تكون يائسة من الحيض أيست من الحيض فلا شيء عليه لأن غير متوقع حيضها إلا إذا حاضت بالفعل، لكن إذا كان الحيض يقع كثيرا وغالبا وكان الأمر الذي علق عليه هو مما يغلب وقوعه ينجز عليه، إذا كان مما لا يغلب وقوعه أو لا يقع زي ما المرأة إذا كانت هي لا تحيض يائسة من الحيض وعلق على حيضها فإنها لا تطلق عليه إلا إذا حاضت بالفعل. نعم. قال وهذا في من تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة، وأما الآيسة ومن شأنها عدم الحيض وهي شابة فلا شيء عليه. قال أو قال كلما طلقتك فأنت طالق، أو متى ما طلقتك، أو إذا ما طلقتك، أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق، وطلقها واحدة في الصور الأربع. قال لزمه ثلاث لأن فاعل السبب فاعل المسبب، فيلزم من وقوع الأولى وقوع الثانية، ومن وقوع الثانية وقوع الثالثة بمقتضى التعليق. إيه قال كلما طلقتك فأنت طالق يلزمه الثلاث. قال السبب في ذلك لأن فاعل السبب هي الطلقة الناجزة، هذه الآن سبب طلاقة والطلقة الناجزة، إذا طلقتك فأنت طالق، فاعل سبب الطلاق هو الشخص نفسه، هو فاعل المسبب، هو فاعل الطلقة اللي هي معلقة، والطلقة المعلقة أصبحت سبب هي وهي من فعله أصبحت سبب لطلقة أخرى، ففاعل السبب هو فاعل المسبب، كأنه قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، هذا قوت معنى كلامي، إذا طلقتك فأنت طالق، يعني إذا أنجزت عليك الطلاق الآن، الطلاق الآن يكون سببا في طلاقك الثاني، وطلاقك الثاني وإن كان هو مسبب مع الأول لكن فعل السبب هو فعل المسبب هو نفس الشخص فأصبح سببا، حتى الطلاق لوقع الثاني المعلق حتى وأصبح سببا لطلاق آخر وهكذا، فيلزمه الثلاث. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وطلقها واحدة لزمه ثلاث ويلغى قوله قبله. هذه مسألة
مختلف فيها. علماء المالكية يقولون إن قبله هذه تعد لغوا، إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاق هذا ثلاثا. لو تمسكنا بلفظ قبل وقلنا معمول بها والإنسان يؤخذ بلفظه، معنى الكلام يقول إذا طلقتك الآن بمجرد ما انطلقك الآن أنت تكوني مطلقة قبل طلاق الآن بالثلاث. وهذا معناه أن الطلاق الذي أوقعه الآن لا يجد محلا، لأنها قبله مطلقة بالثلاث. فطلاق الحاضر الناجز الآن لا يجد محلا، لأن الزوجة لا تكون في العصمة في تلك الحالة. إذا كان لفظ قبل يعني خلناها معمول به ولا لم نلغه، وأنا لما نقول يعني طارق إذا طلقتك الآن أنت طارق قبلها ثلاث، أنا بمجرد ما يتلفظ هو يكون هي مطلقة قبله بالثلاث، فهذا اللفظ لا يجد محلا فلا يقع. وما دام لا يقع الطلاق الحاضر الآن معناها لا يقع الطلاق الذي قبله له بالثلاث. وهذه مسألة يعني تخضع لقاعدة يعني ما ثبت يعني الشيء الذي إثباته يؤدي إلى نفيه يكون منفيا. إذا كان الشيء إثباته يؤدي إلى نفيه، إثبات الطلاق الناجز الآن يؤدي إلى نفيه، كيف يؤدي إلى نفيه؟ لأنه لما نتكلم الآن على طلاق الآن معناه تكون قد طلق قبلها ثلاث، فيؤدي إلى نفي الطلاق الحاضر هذا. ما أدى إثباته إلى نفيه كان منفيا. ومن القواعد المالكية ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى، ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى. ويمثل له بمثلا لو شخص لو جعل صداق المرأة، لو جعل صداق المرأة رقبة زوجها، يعني المرأة تزوجت عبد وجعلوا صداقها هو رقبة الزوج هذا، هذا إثبات الصداق يؤدي إلى نفي النكاح. كيف ذلك؟ قال لأن إذا صح الصداق معناها ملكت زوجها، وإذا ملكت زوجها بطل النكاح، وإذا بطل النكاح أدى إلى نفي الصداق، لأن النكاح إذا فسد قبل الدخول فلا صداق فيه. فإثبات الصداق يؤدي إلى نفي النكاح، وإثبات النكاح يؤدي إلى نفي الصداق. ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى. ويمثلون له أيضا بلو شخص زكاه عدلاني، فلا يجوز له أن يجرح أحدهما بجرحة قديمة قبل إزكو، لأن تجريحه لواحد منهما يؤدي إلى عدم صحة تجريحه، يبقى هو غير مزكى، لأنه من زكاه؟ زكاه هذان الرجلان. وهو بعد ما زكوه قال واحد منهم رأوا فلان كان يسكر وكان كذا عدن يعني يجرحه بجرحة قديمة، يقول لا تقبل هذه الجرحة منه، لأن إذا قبلت منه معناه هو صار غير مزكى، يعني سقطت عدالته بسقوط عدالته صار هو أيضا مجروحا، وإذا صار مجروحا لا يستطيع أن يجرح غيره. فهذا يؤدي إثبات جرحته يؤدي إلى سقوط تزكيته. ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى. لكنه لم يطبق هذه القاعدة في مسألة أنت إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، وترتكبوا شيئا آخر احتياطا في مسألة الطلاق، وقول لا لا نعتد بكلمة ثلاثا، كلمة ثلاثا لا نعتد بها، ونقول كأنه قال إذا طلقتك فأنت طالق ثلاثا،
نعتدوش لأن كلمة قبله. نعم نعتدوش بكلمة قبله. نعم أي قبل كلمة قبله ولا نعتد بها. قال ما يصحش نعتد بها لأنها معلوم ضرورة أنها إلى حد الوقت الذي يقول فيه كلمة طالق هي زوجة، ما لا نستطيع أن نقول أنها قبل ذلك هي مطلقة بالثلاث. فإذا اعتبرناها هذه الكلمة أن قبل اعتبرنا معناها، معناها كأنها قبل أن يتكلم هو بالطلاق هي كانت محرم عليه، ورفع الماضي محال، الماضي تقرر وأنها حلال ضرورة إلى هو إلى وقت قال أنت طالق، ورفع الماضي محال هذا تحقق الحلية في هذا الوقت الماضي، فلا يمكن أن ترتفع الآن. ولكن لو اعتبرناها كلمة قبل اعتبرناها معناها هي قبل أن يتكلم هي كانت حرام عليه، وهذا تناقض لا يصح. هذا وجه يعني ذهابهم إلى أن إلغاء كلمة قبل الماضي، لا كلمة قبل لا نتعلق بها ولا معنى لها، ويصير المعنى أنه إذا طلقها فيترتب على طلاقها الناجز الآن طلاق، يترتب عليه طلاق ثلاث في المستقبل وليس على الماضي، ليس على الماضي، لأن الماضي ضرورة أن هي كانت حلال الآن قال أنت طالق. فلو اعتبرنا الكلمة قبلها معناها هي كانت قبل ذلك حرام وخلاف الواقع، ورفع الماضي اللي هو الحل في الماضي رفعه محال لأن ضرورة هي حلال الآن قال ذلك. فهذا هو المخرج الذي ألجأهم إلى أن يقولوا كلمة قبلها تعد لغوا والطلاق يتعدد عليها ويقع الثلاث في المستقبل ولا يسري على الماضي. وهذه المسألة تعرف بالمسألة السريجية عندهم، لأن ابن سريج طبقها في الطلاق وفي غير الطلاق، كما تقدم المالكية طبقوها في غير الطلاق في مسألة الرقيق إذا كان هو صداقا، مسألة الشاهد إذا زكي ثم جرح مزكيه طبقوها، لكن مسألة الطلاق قبل ثلاث واجهتهم مشكلة أن المرأة كيف نقول هي مطلقة قبلها وهي كانت حلال له، ضرورة هي حلال له إلى أن ترفض بالطلاق، لأن لو اعتبرناها معناها هي كانت حرام وهذا خلاف الواقع. ما دامت هي حلال إلى أن تلفظ فرفع الحل الماضي محال، يعني لا يرتفع هي باقية حلال. صحيح. فلا مناص لنا من أن نلغي كلمة قبلها. هذا وجه ما ذهب إليه المالكية. شيخ هذه حجة مقنعة تعتبر. أي حجة مقنعة واقعية لأن دليل عقلي. نعم. لكن لو أردنا أن نطبقها ونقول يعني أنت طالق قبلها ثلاث معناها هي قبل أن نتلفظ بالطلاق هي كانت حرام، وليس كذلك، هو كان زوجها وضرورة هو زوجها، فهل يعني يتأتى أن الماضي اللي هو الحلال في الماضي هل يتأتى رفعه؟ لا لا يمكن، ما في حد يقول هو كانت حرام معه فهي حلال إلا أن تلفظ. ولكن هو طبق السريجية الإمام ابن سريج من الشافعية طبق هذه القاعدة، وهي قاعدة يقول بها المالكية ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى من قواعدهم، إذا كان لما تثبت شيء يؤدي إلى النفي هو يمتنع لأنه يلزم عليه الدور، كان مثبت يصير ممتنع يلزم عليه الدور. أيوة كل ما أثبت هذا ينفي الثاني وكل ما أثبت الثاني ينفي الأول، فهذا طبقوه في غير الطلاق واتفقوا عليه، ولكن في مسألة الطلاق المالكية لم يطبقوه، وابن سريج طبقه أيضا وقال ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى، إيه لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق لا الحاضر هذا ولا الطلاق اللي علق عليه في الماضي. نعم بارك الله فيك. قال أو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وطلقها واحدة لزمه ثلاث ويلغى قوله قبله كقوله أنت طالق أمس، فإن لم يطلقها فلا شيء عليه. أنت طالق أمس، كلمة أمس تلغى لا معنى لها، يبقى الكلام لما نلغي ونحذف كلمة أمس يبقى يفضل الكلام الباقي أنت طالق، يقع عليه الطلاق إذا طلقها يقع عليه الطلاق بأنت طالق.
نعم. قال: وتلزم طلقة واحدة في كل واحدة من أربع من الزوجات قال لهن بينكن طلقة أو طلقتان أو ثلاث أو أربع طلقات ما لم يزد العدد على الطلقة الرابعة. هذه مسألة أخرى. يقولهم بينكم عند أربع نسوة، يقولها بينكن طلقة، شنو يصح لكل واحدة منهم لما تقسم طلقة على أربعة؟ ربع طلقة. الواحدة يصح لها ربع طلقة، والطلقة الكسر يعني لا يتجزأ، الطلاق لا يتجزأ، فمن لزمتها ربع طلقة معنى لزمتها طلقة كاملة. فإذا قال لأربع بينكن طلقة معناها كل واحدة يلزمها طلقة، وإذا قال لأربع بينكن طلقتين أيضا تلزم كل واحدة طلقة، لأن كل واحدة ينوبها نصف طلقة، وإذا كان ثلاث أيضا ينوبها كسر كل واحدة فتلزم طلقة واحدة، وإذا قال أربع فينوب كل واحدة منهم طلقة واحدة فيلزمها طلقة. فإذا تجاوز الأربع وقال خمس بينكن خمس طلقات صار كل واحدة ينوبها طلقة وكسر وربع، والربع لا يتجزأ فتلزمها كل واحدة تلزمها طلقتان، وهكذا إذا كان قال ستة وسبعة إلى ثمانية يعني كل واحدة تلزمها طلقتان، لأن ثمانية على أربعة اثنين. فإذا تجاوزت ثمانية وقال بينكن تسوى طلقات بعدها كل واحدة يبقى يلزمها ثلاث طلقات، طلقتان وكسر معناها ثلاثة، وهكذا إلى 12، ثم بعد ذلك ما زاد لا أثر له. المهم إذا تجاوز الثمانية وقال تسعة فتلزم كل واحدة منهن ثلاث. نعم. قال: ما لم يزد العدد على الطلقة الرابعة فإن قال بينكن خمس إلى ثمانية طلقت كل واحدة اثنتين، وإن قال بينكن تسع فأكثر طلقت كل واحدة ثلاثا. قال سحنون الإفريقي الإمام الجليل مدون المدونة عن إمامه ابن القاسم والأشهر فتح سينه عند الفقهاء واسمه عبد السلام، قال: وإن شرك الأربع في ثلاث بأن قال والأشهر فتح سينه قيدة عند الفقهاء. نعم. لأن عند أهل اللغة الراجح هو الضم، لأن سحنون هو في اللغة هو اسم لطائر حديد البصر، فشبه به سحنون لقوة عريرته وسرعة ذهنه حدة ذهنه، فهو من ناحية اللغة الصحيح هو ضم السين سحنون، والفقهاء ينطقونه بفتح السين. أيوه. قال ماذا قال سحنون؟ يعني شيخ لي يعني يصح ان نسميه سحنون او سحنون؟ اي صح هي، لكن هو الظاهر لان اللغه هي الاصل. نعم. في التسميه لما الاسم يبقى له معنى في اللغه. نعم. يعني تغيير ما هو موجود في اللغه يعد كانه لحن لغه، لكن الفقهاء اشتهر بينهم انه بفتح السين فرجحوا هذا، وكثير ما يكون هذا حتى في الأحاديث، يعني الرواية تكون بفتح ولا بضم، والكلمة لغة تكون بخلاف ذلك، يقع هذا. الشيخ بهذه المناسبة أول الخرشي، الشيخ الخرشي يعني ضبطه في يعني نص على ضبطه؟ الظاهر أنه الخرشي هكذا بالفتح ضبطينا بفتح الخاء. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال سحنون: وإن شرك الأربع في ثلاث بأن قال شركت بينكن في ثلاث تطليقات قال طلقنا ثلاثا ثلاثا. آه
هذا مسألة ذكرها سحنون بعد ما ذكر المصنف مسألة الأولى ليقول لزوجاته بينكن طلقة ولا بينكن ثلاث ولا بينكن أربع طلقات، يقسم العدد عدد الطلقات التي ذكرها يقسم على عدد الزوجات. هذا أصل مسألة ذكرها ابن القاسم. ثم سحنون ذكر شيئا آخر له صلة بهذه المسألة، وقال لو واحد قال لي زوجاته شركت بينكن طلقة أو شركت بينكن ثلاث تطليقات أو أربع تطليقات، فقال كل وحدة بيلزمها طلقة. لما يقول شركت بينكن طلقة معناه كل وحدة صح لها من الشركة ربع، كانوا أربعة والربع يتكمل فتلزم كل واحدة منهم طلقة. هذا خلاف ما ذهب إليه قول أول ابن القاسم في قوله بينكن. بينكن عدد الطلقات تقسم على عدد النساء، وشركت بينكن معناه كل واحدة منهم أصبحت شريكة في الطلقة التي ذكرها، كان واحدة تبقى هي عندها فيها ربع، وكان اثنتان تبقى فيها عندها النصف، وهكذا، وكان ثلاثة بكل وهم ثلاثة بكل واحدة يلزمها الثلاث. فهذا مسألة ذكرها سحنون بعد أن ذكر المصنف كلام ابن القاسم في مسألة مشابهة لها. ثم بعد ذلك اختلفوا هل يعني كلام سحنون هو قول آخر مخالف لقول ابن القاسم، يعني ابن القاسم لا يفرق، كان هكذا لما نقوله خلاف معناه ابن القاسم لا يفرق بين أن تقول أن يقول الزوج بينكن وبين أن يقول شركت بينكن. ابن القاسم لما نقوله المسألة هي خلاف في القول، قول ابن القاسم يخالف قول سحنون، مع ابن القاسم يسوي بين المسألتين سواء ذكرت قلت بينكن ولا قلت شركت بينكن، الحكم واحد، يعني يلزم تقسم الطلقات على عدد الزوجات، لما يصيب الواحدة منه ربع منها تلزمها طلقة واحدة، لا تأخذ هي جزء من كل طلقة ويتعدد عليها الطلاق زي ما ذهب سحنون. فهناك من قال هو خلاف بين الإمامين، وتبقى هذا قول الأول قول ابن القاسم والثاني قول سحنون في المسألة. وهناك من قال لا، هي المسألة مسألة واحدة وقولهما قول واحد، وقول سحنون هو تقييد لكلام ابن القاسم، وكان ابن القاسم لا يخالفه، لما نقوله تقييد معناهما متوافقان، وكأن سحنون لا يخالف ابن القاسم في المسألة، غاية ما فيه ابن القاسم نص على يعني أصل المسألة في التعبير بقوله بينكن، لكنه لا يمانع من كلام سحنون، فإذا كان قال الزوج شركته فابن القاسم أيضا يعني يقول بما قال به سحنون. بعضهم ذهب إلى أن كلام سحنون هو تقييد لقول القاسم ويكون كلامهما واحدا، لكن الصحيح والراجح هو الأول أنه خلاف بينهما. ابن القاسم لا يفرق، كلها يعني المرأة تقسم عليه عدد الزوجات تقسم عليهم عدد الطلاق، ما ينوبها كان ينوبها ربع ولا نصف ولا ثلث معناها طلقة، وكان نابها أكثر من طلقة بعد ذلك تدخل في الطلقة الثانية. أما ابتداء فلا نقول إنها يعني يلزمها بعدد الطلقات الذي كل واحدة منهم يلزمها بعدد الطلقات ذكرها، فهذا لا يقول به ابن القاسم، هذا هو الصحيح. نعم، بارك الله فيك. قال وإن شرك الأربعة في ثلاث بأن قال شركت بينكن في ثلاث تطليقات طلقنا ثلاثا ثلاثا، قيل إنه خلاف الأول وعليه فالمعول عليه الأول، فلا فرق عند ابن القاسم بين بينكن ثلاث وشركتكن في ثلاث فلكل واحدة طلقة، وقيل بل هو تقييد له، وكأنه قال
وطلقة في أربع قال لهن بينكن ما لم يشرك فإن شرك طلقن ثلاثا. قال: ومسألة التشريك الآتية تدل على أنه مقابل، وإلا لزم الثانية ثلاثا كالطرفين. استدل على أن الراجح أن الراجح هو قول ابن القاسم، وأن قول ابن القاسم هو مخالف لقول السحنون. استدل عليه قال بمسألة التشريك الآتية التي يذكرها المصنف عندما يقول الرجل لزوجته الأولى عندها ثلاث زوجات، واحدة يقول عندي طالق ثلاثا، يقول للثانية أنت شريكتها، يقول للثالثة أنت شريكتهما. يعني واحدة الأولى طلقها ثلاثا، والثانية قال لها أنت شريكة الأولى اللي هي طلقها ثلاث، معناها شنو معناها؟ معناها عندها طلقة ونصف. نعم. فيلزمها اثنين. نعم. معناها الأولى ثلاثة والثانية اثنين. وقال للثالثة أنت شريكتهما. ثلاثة. شريكة الثالثة وشريكة الثانية. شريكة الثالثة الأولى شريكة الأولى وشريكة الثانية. شريكة الأولى في الثلاثة معناها عندها واحد ونصف مع طلقتين. وشريكة الثانية اللي لزمها طلقتان عندها منها واحدة، وتطلق عليه يعني زي ما قال الطرفان يلزم الطرفان الثلاث، والوسطى يلزمها اثنتان. ذهابه المصنف إلى هذا يرجح هو أن ابن القاسم لا يفرق بين شركت ولا بين كنا، لأن هذه بلفظ التشريك. لو كان ابن القاسم يذهب إلى ما ذهب إليه سحنون لفظ التشريك دائما فيه الثلاث، أنا ما يكونش للثانية طلقتان، يكون فيها الثلاث. لأن هي لما يقول أنت شريكتها، شريكة اللي عندها ثلاثة ما أنت شريكة معها في كل طلقة، فيلزمها الثلاث بناء على لو كان بناخذ بكلام سحنون. والمصنف بهذه المسألة مسألة التشريك اللي ذكرها بعد كلام سحنون كأنه يرجح أن القول قول ابن القاسم، وأن لفظ التشريك ولفظ بينكن هو سواء. نعم. قال: ومسألة التشريك الآتية تدل على أنه مقابل، وإلا لزم الثانية ثلاثا كالطرفين. قال: وإن قال لإحدى زوجاته الثلاثة أنت طالق بالثلاث، وقال لثانية أنت شريكة مطلقة ثلاثا، ولثالثة وأنت شريكتهما، طلقت الثانية اثنتين، لأنها لما شاركت الأولى اقتضت الشركة لها واحدة ونصفا، وطلق الطرفان ثلاثا. قال: أما الأولى فظاهر، وأما الثالثة فلأن لها مع الأولى طلقة ونصفا، فيكمل النصف، ولها مع الثانية طلقة. نعم، واضح أن المسألة هذه دليل على أن ابن القاسم لا يفرق بين شركت كنا وبين بين كنا، كل عند واحد. ولو كان هو القول زي ما ذهب إليه سحنون للزمت الثانية الثلاث، لزماش طلقتان، لأنها شريكة لمطلقة بالثلاث، يقع عليها من جزء طلقة من طلقات الثلاث فيكون مطلقة بالثلاث. شيخ، قول المصنف أنت شريكة مطلقة ثلاثا، لو قال أنت شريكة المطلقة الأولى ثلاثا يمشي اللفظ هكذا؟ يمشي، هو يكون أوضح نفس المعنى. المصنف في اختصار، المصنف في اختصار أحيانا يلاحظ حتى الحروف، كل ما تكون الكلمة أقل حروف عنده هو أنسب، لكن أحيانا هذا يوقع في الغموض، وذلك تيجى إلى كثرة الشروح. المختصر تحتاج إلى كثرة الشروح يعني بسبب الإغال في الغموض أحيانا. قال: وأدب المجزئ للطلاق بتشريك أو غيره وهو يقتضي تحريمه، وهو كذلك. قال: كمطلق جزء. أدب المجزئ، هذه الألفاظ السابقة كلها فيها تجزئة، طلق ربع طلقة نصف طلقة طلقة وربع كذا، هذا تجزئة الطلاق.
وهذا منهي عنه ومحظور، مثل التعليق، حتى التعليق حتى ومنهي عنه، لأنه ليس الأصل في الطلاق التعليق، ولا كونه يمينا ولا يعني التجزئة فيه، كل هذا منهي عنه. وإذا قال أدب المجزئ يعني يعاقب تعزيرا، يعاقبه القاضي، يعزله إذا وقعت القضية ليه وكان طلق زوجته بهذه الصورة من الصور اللي فيها تجزئة الطلاق، يزجره وينهاه ويؤنبه ويقرعه ويعزله بما يراه مناسبا من أصناف التأديب. وبعد ذلك قالوا ما دام هو متفقين على أنه يؤدب، هل التجزئة هذه تكون هي تدخل في باب المكروه ولا في باب المنهي عنه المحرم؟ التعزير عادة والتأديب يكون في الأشياء الممنوعة المحرمة، مكروهات ربما قال لا يعزر عليها، إلا إذا كان الإنسان عرف إصراره عليها ومكابرته وعناده للشارع، صحيح بعد ذلك حتى المكروه يصير في حكم الممنوع ويؤدب عليه. لكن الأصل فيه أن إذا وقع من إنسان مكروه أنه لا يؤدب عليه، فكأنهم يرجحون المنع. قال: كمطلق جزء تشبيه في اللزوم والأدب. نعم، يلزمه الطلاق ويلزمه الأدب. نعم. قال: هذا إذا كان الجزء شائعا كبعضك أو ربعك طالق، بل وإن كان معينا كيد ورجل. وانتقل يتكلم إلى مش تجزية لفظ الطلاق، تجزية المرأة إلى جزء من المرأة. وتطليق جزء المرأة هو بالاتفاق بين الأئمة كلهم يقولون تطليق البعض يلزم منه تطليق الكل، لأن التحريم يقع بأدنى الأشياء من باب الاحتياط للتحريم. الحنث يقع بأدنى الأشياء، والبر لا يكون إلا بأكمل الأشياء، فهذا من باب الحنث. وذلك قالوا لو كان يعني طلق هو جزء من المرأة تطلق عليه المرأة كلها. واتفقوا إذا كان الجزء شائعا، اتفق الأئمة الأربعة على أن الطلاق يقع. من قال امرأة ربعك طالق ونصفك ولا كذا فيلزمه الطلاق. ثم إذا ذكر جزءا معينا، هذا الشائع متفق عليه، جزء الشائع النصف ولا الربع ولا الثلث متفق على أن يقع به الطلاق بين الأئمة الأربعة. ولكن عندما يذكر جزءا معينا، يدا أو رجلا أو راسا أو كذا، هذا هو محل الخلاف بينهم. علماء الأحناف قالوا إذا ذكر شيئا أو جزءا يعبر عنه بالذات، مثل الرقبة، زي ما ذكر القرآن قال فتحيوا رقبة، رقبة كن بها على الذات كلها. فإذا ذكر جزءا يكن به على الذات مثل الرقبة ولا العنق ولا الروح يقع الطلاق. لكن إذا ذكر جزءا لا يعبر عنه بالذات مثل الشعر ولا السن ولا شيء من هذا، فقال لا يقع الطلاق بذلك عندهم. هذا عند الأحناف. وعند الشافعية لابد أن يقع بشيء يعني متصل، جزء يكون متصل لا جزء منفصل، متصل خلقة يعني كاليد والرجل والشعر وكذا، هذا متصل خلقة. فيقع من قال لامرأة شعرك يطالق ويدك يطالق يقع عليه. لكن إذا كان جزء ينفصل منها مثل ريقها وإلا شيء من الأشياء تنفصل عنها، دمها ولا كذا، هذا لا يقع به الطلاق عندهم. زي المالكية معه. وعلماء الحنابلة، نعم، مثل المالكية. لا، علماء المالكية، علماء المالكية توسعوا أكثر. الريق عندهم يقع به، كل ما يلتد به عندهم يقع به الطلاق. لكن الشافعية ما اشترطوش الالتداد. الشافعي يقول ما دام هو متصل بها خلاص مش منفصل، كان منفصل ما يقعش، ما
لم ينظر إلى مسألة الالتذاذ من عالمه. والحنابلة شرطوا شرطين: الاتصال والالتذاذ، لا بد منهما، أن يكون متصلا ويلتذ به. أما إذا انفصل عنها أو لا يلتذ به مثل السن ولا الظفر ولا كذا، ولا انفصل عنها مثل الريق ينفصل عنها فلا يطلق به، لابد أن يكون الجزء اللي طلقه متصل بالمرأة ومما يلتذ به. شرط شرطين أمام الحامل. الشافية شرط الاتصال، والأحناف شرط أن يعبر بهذا الجزء عن الكل. واتفقوا جميعا أن إذا كان اللي طلق هو شائع، جزء شائع مش معين، كلهم يتفقون على وقوع الطلاق به، مثل اليد والرجل والأخير. نعم، بارك الله فيك. قال: هذا إذا كان الجزء شائعا كبعضك أو ربعك طالق، بل وإن كان معينا كيد ورجل، ولزم الطلاق بشعرك طالق، لأن الشعر من محاسن المرأة، حيث قصد به المتصل أو لا قصد له، لا إن قصد المنفصل فكالبصاق والسعال. قال: ومثل الشعر كل ما يلتذ به كريقك أو عقلك أو كلامك على الأحسن. من هذا مما يلتذ به عقل الكلام لا بسعال وبصاق ودمع ونحوها، إذ ليست من المحاسن التي يلتذ بها. قال: وصح استثناء في الطلاق بإلا وأخواتها إن اتصل ولم يستغرق. ويصح الاستثناء بإلا وأخواتها، ذات الاستثناء، إن اتصل المستثنى بالمستثنى منه، مش قال أنت طالق وبعدين ثلاث، أنت طالق ثلاثا وبعد ذلك سكت، يعني سكوتا ما هوش يعني مضطر إليه باختياره، واستثنى منه، استثناء بعد ذلك لا يفيده، لابد أن يكون متصلا ولابد أن ينطق به. والنطق به اللي اشترط أن يكون جهرا أو سرا، قال حتى ولو سرا يفيده، إلا إذا تعلق به حق للغير، لأن الناس استعمل في الطلاق حكم اليمين، إذا حلف بالطلاق على حق للغير ونطق باستثناء سرا، معناه هو ضيع حق الغير واستعمل الاستثناء حيلة للتخلص والتملص من اليمين، وهذا لا يجوز، لأن اليمين فيها حق للغير هي على نية المحلف. فالاستثناء إذا كان ما فيش حق للغير يجوز أن يكون سرا أو يكون جهرا، كان في حق للغير لابد أن يكون جهرا. فالنطق به وقصده أيضا ابتداء لابد أن ينويه، يريد أن يستثنى، استثنى قصده والتلفظ به واتصاله. وشرط آخر ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، لا يصح أن يكون عندها من يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، يعني كان عبث هذا، لأن هذا يدل على أنه كأن الاستثناء ذكره ليتخلص من يمينه، كأنه ندم، طلق وندم، فلا يفيده. نعم. قال: وصح استثناء في الطلاق بإلا وأخواتها إن اتصل المستثنى بالمستثنى منه، فإن انفصل اختيارا لم يصح، فلا يضر الفصل بكسعال. قال: ولم يستغرق المستثنى المستثنى منه، فإن استغرقه نحو أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة بطل ويلزمه الثلاث. قال: ولا بد أن يقصد وأن ينطق به ولو سرا، لا إن جرى على لسانه من غير قصد ولا إن لم يتلفظ به، فمراده بالمستغرق ما يشمل المساوي، ولا فرق بين المستغرق بالذات أو التكميل، كطالق ثلاثا إلا اثنتين وربعا. تكميل هنا كأنه قال ثلاثة إلا ثلاثة، لما قال ثلاثة إلا اثنتين وربعا معناها الربع هذا يتكمل، فكأنه قال ثلاثة إلا ثلاثة
ولما يكون مستغرق، وقال المستغرق يسمى المساوي وغير المساوي، المساوي هو ثلاثة إلا ثلاثة وغير المساوي ثلاثة إلا عشرا، هذا كله لغو. نعم بارك الله فيك شيخ، انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله أولا وآخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.